يعني ان شاء الله بدايه يوم جميل. يعني احنا لسه في اول يوم، لسه الساعه 11 اول ساعتين من التصويت. النادي الاهلي دايما بيدي دروس لكل الانديه في اقوى انتخابات موجوده على على مستوى مصر. الزملاء يتفضلوا يشتغلوا. اتمنى اليوم يعدي ان شاء الله على خير، ما فيش حد ان شاء الله عندنا يكون خسران. القائمتين كلهم ناس محترمين بيحبوا يخدموا النادي. الاثنين خدموا النادي كتير. الامور الحمد لله شايف ان ماشيه تمام. الامور يعني مش عارف، الحمد لله ماشيه بشكل كويس، وكل واحد عارف هو صوته هيروح، محدد هو صوته هيروح لمين. في الاخر مصلحه النادي في كل شيء، ودايما الحمد لله ان احنا عندنا شعار الاهلي فوق الجميع. كابتن عماد، حرص حضرتك مع الساعات الاولى للحضور والرساله اللي بتوجهها لاعضاء الجمعيه العموميه واحنا لسه في الساعات الاولى من بدايه اليوم؟ لا، ان صوتك امانه، يعني صوتك امانه، انزل. محتاجين صوتك، محتاجين ان انت بتاكد ان انت موجود في النادي وان انت بتحب النادي وما تبخلش علينا بصوتك. انزل وشارك. اكيد انت عايز النادي بتاعك دايما هو الافضل. اكيد انت ما تستناش حد يدي، مش هقول لك يدي صوتك او يبقى ليك راي معين وحد يحجبه عنك او الظروف تقدر تحجبه عنك. اتمنى ان شاء الله النهارده يكون عندنا رقم قياسي في حضور الجمعيه العموميه، وده شيء انا دايما متاكد منه، ان احنا دايما النادي الاهلي رقم واحد يعني. فانا متاكد ان شاء الله ان احنا النهارده هنعمل رقم قياسي في حضور الجمعيه العموميه ان شاء الله. كابتن عماد، تتوقع في قائمه بالكامله تنجح ولا بعض الافراد من هنا ومن هنا؟ لا، ان شاء الله اتوقع قائمه كامله تنجح. انت عارف دايما في يعني الجمعيه العموميه النادي الاهلي يعني عارفه طريقها كويس. المنافسه ممكن تكون شرسه، الاصوات ممكن تكون قريبه، لكن احنا اتعودنا ان دايما القائمه هي اللي بتنجح يعني. دايما القائمه اللي هتفوز النهارده هنقول له النادي امانه، يعني النادي امانه عند كل الناس، كل المرشحين زي ما قلت لك كلهم ناس محترمين، سواء كلمه الكابتن خطيب او كلمه المهندس محمود طاهر. فكل الناس هتشتغل على حب النادي، وكل الناس عندهم برنامج انتخابي. المفروض بعد في خلال الاربع سنين ان انت تبدا تحاسب المجلس على البرنامج الانتخابي بتاعه. لكن انا متاكد ان كلهم بيحبوا النادي، كلهم عندهم اخلاص للنادي. اتمنى ان شاء الله التوفيق دايما للنادي الاهلي وللمجلس الجديد ان شاء الله، اللي ممكن مع الساعات الاولى ليوم الجمعه ان شاء الله تبان الرؤيه. أنا بشكرك، شكراً.